مسليم أهلا وسهلا. أهلا بيكي، الله يبارك فيك يا رب. إيمان الأغا أهلا وسهلا. إياد ربيع أهلا وسهلا. الله يعطيك العافية ست أسماء، كيف حالك؟ الله يعافيك أهلا وسهلا. هلأ بدي أستضيفه، بدي أضغط عليه أكسبت. أوكي رحبوا فيه. مش حاسة من المايك، خليه مفتوح إلنا. طحر نصار أهلا وسهلا. مستر جميل خليل أهلا وسهلا. مرحبا مس أسماء. أهلين أهلين إيمان، كيف حالك؟ الحمد لله. مرحبا مس أسماء، أهلا وسهلا، كيف حالكم؟ الحمد لله الحمد لله. معلش احنا بنعتذر عن الخلل اللي صار من المس منيرة، لانه في عندهم خلل في الانترنت في المنطقة بيصلحوا فيه، فلذلك تم تأجيل موعد اليوم الى الغد ان شاء الله. عشان لعله الخير، لعله خير ان شاء الله. مستر جميل خليل is here. Most of you are teachers of English. عليكم السلام، اهلا وسهلا استاذ، تفضل. If you'd like to say something. Yeah, thank you, man. It's nice to join the call. أنا مبسوط كتير سمعت من أسماء كلكم عم تتعلموا كيف تستعملوا Wakelet. أنا لبناني أصلي، سو ماما لبناني، وكنت عم بشتغل بأيرباص قبل 8 سنين، وهلأ تركت أيرباص من 4 سنين وبلشت Wakelet. So كتير مبسوط بس فينا نساعدكم ونفرجيكم كيف يكون تستعملوها. So anytime عندكم questions or anything, please قولوا لي. Look, my Arabic's not amazing, بس جربت قد ما فيك. It's okay. It's okay. أهلا وسهلا فيك مستر جميل. أهلا وسهلا فيك. شكرا. إذا حدا بحب يسأل أستاذ جميل أي سؤال. نعم. بالنسبة لمنصة. تفضل يا أستاذ إياد. نسأل أسئلة ولا ما نسأل يعني؟ تفضل اسأل. يعطيك العافية أستاذ جميل. شكرا عليك. بالنسبة لمنصة ويكلت احنا بنكتب باللغة العربية عليها، وانا بلاحظ لما بنكتب باللغة العربية ما فيش عندنا الاعدادات، اعدادات الخط مثلا اللي بدنا نحولها من اليمين لليسار، ففي عندنا مشكلة لما نحط نقاط او فواصل او اعدادات الخط، فبشكل لنا مشكلة كبيرة. كمان في اخرهن نقدر نضيف مش فيديو، محطين لنا موقع ننشئ فيه افلام او اشي زي هيك، مش عارفين كيف نشتغل عليه. على Flipgrid. نعم نعم. اوكي سو بيسكلي اول وحده هلا انا بعمل تشيك مع التيم حتى نشوف كيف نظبط مع العربي، هلا بحكي معهم. اوكي كيف عم تعملوها هلا at the moment؟ عم تعملوا مطرح ثاني you can paste it in او انت نعم. استاذ اياد انت بتعمل في يعني موقع ثاني وبعدين بتضيف اللينك على ويكلت؟ لا انا مثلا بدي اكتب على ويكلت، لما بكتب على ويكلت بعطيني كلها باتجاه زي، يعني كيف احنا مثلا في الويرد احنا بنقدر نضغط من فوق نحول اتجاه الخط من اليمين لليسار او من اليسار لليمين. في ويكلت ما في. اوكي واذا انت استعملت كمان اذا سوري كافي نعم. كمان اذا كان في مثلا بدي انسخ، مثلا نفترض ان في انا كاتب مقال عندي على الويرد وبدي انقله من الويرد بدي احطه على نفس الموقع، فبشكل لي مشكله كبيره، يعني في الاعدادات بتتغير الاعدادات، فمش عارف شو المشكله، يعني كيف بدنا نحافظ على هذا الموضوع الا اذا انا حطيته از بيكتشر بس بتزبط معي. اوكي يعني ما فيك تعملها بيستينج من somewhere else. لا بزبط ببيست بس الاعدادات بتتغير، اعدادات الخط اوف كورس اوف كورس يعني اوف كورس اوكي اوكي So أنا هلأ I'll take this note حتى أحكي مع الـ development team حتى نشوف شو فينا نعمل بالعربي حتى يسألون. Okay, I'll just make a note عليها. Okay, تاني وحدة you mentioned about Flipgrid. صحيح. Okay, هلأ فرجيك شو وقت عمل مع Flipgrid. So أنا I'm just going to take over for a second if I can. فيكن؟ Yes. Yes, the shasha wab. Yes. So, and I'll just jump into it. Okay, so the video normally is you can record video on Flipgrid. So, take this here. And then you need to create an account. Because hey, so you can use your Microsoft, your Wakelet login, eh? So...
Okay, so Hannah, you can record a video for 10 minutes, Hone. And when you finish recording, you can basically automatically add the video Wakelet. Now, on the video, my Flipgrid, you can just more, you can like, this is the thing with Flipgrid, you can put stickers, you can write Shmuel Kuntikbo as well. أستاذ لو سمحت لو سمحت سؤال يعطيكم العافية أنا عملت حاولت أسجل فيديو قبل فترة زبط لكن ثاني مرة قال لي إنه بدي أسجل في الفليب جريد وقال لي كان سكسسفول بعدين ما قبل يفتح معي الفيديو ظلت بس واقفة على إنه لوجان سكسسفول ما بعرف شو أوكي هلا I'll make a check مع فليب جريد ومع my team شو صار هون بس إذا في مشكلة please قولوا لي حتى I can just straight away tell the team حتى نشوف على اللوجز إذا في مشكلة بس إن شاء الله يا هلا مع فليب جريد عادة normally رح نعمل نحن أقوى connection معهم عندنا authentication نعمل حتى مش كل مرة بتكون تعملوا login at the moment أنا كل مرة بدي أعمل login رح نعمل automatic مع فليب جريد ومع Wakelet very soon نعم خلينا نعمل سجل هيدا Thank you, Mr. Jamil. حدا بده يسأل كمان سؤال؟ أنا ممكن يا مس أسماء. يعطيكم العافية. بدي أسأل كان كثير بيراودني هذا السؤال لما أعمل أنا على الويكلت. Can I communicate between me and my students with video? Okay, so at the moment you can do communication with Flipgrid, بس quietly what's coming very soon you're going to be able to go inside Wakelet hit a video button download video call and the mic teams video coming very soon as Skype for example it's coming so I'll tell you what's coming well she collaboration is coming so I'm going to show you something else into my shift to this So let me show you something which is an interesting comment. This is what's next on the table. Awalshi. Allah, if I go into Wakelet, can you see here? Can you see changes saved? Yes. Allah, what's yes. coming is, Heidi, it's in testing at the moment. You're going to be able to write what you want, it automatically saves. Yes. Yeah? This is coming now in the next week or so. But then real time is coming next. So when I mean real time, as you add things, you'll see them appearing. We're making it more faster to collaborate with my people. Yes, then we're going to bring messaging or commenting between the students and the teachers and the video capability. كل جاية. طيب كمان سؤال ممكن. تفضلي. كمان وانا الي فترة يعني بشتغل الويكلت بعمل collections when I make a new collection the number of collections remain the same why when let me check one second لما بعمل مجموعات collection جديدة here okay المفروض يزيد عندي النمبر على الجنب المفروض okay for example let's try one the number of collections كل ما أعمل collection يزيد النمبر صح؟ yeah هلا زادت هلا سؤال ما يا بابا مستر رائد could you please أستاذ رائد ممكن تكتم الصوت من عندك؟ second sorry so you're saying it didn't work it didn't work it remains the same why still هلا even now yes still yesterday I noticed that even I create new collections but the number of collections here remain the same can you refresh and tell me if it stays the same still what can you refresh I'm nearly refresh and tell me if it's the same yes. basically Anna I've just created a collection Hala, and it added it yes بعمل تحديث بس بضل بجوز تعمليش سيف انت سيف عند ضروري سيف اكيد بعمل سيف بس معقوله ممكن لحالها ما بزبط سيف اند اكزيت
معقولة في أشياء بعملها برايفت معقولة ما بتنحسب لا 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 it should count so what I'll do is that about تعطيني الهندل if you give me your handle شفتي هالهندل yes I'll get the technical team to have a look على number of collections in the database Okay, someone has another question. حد عنده سؤال ثاني؟ تقريبا هي مجمل الأسئلة اللي مهمة على ويكلي. عندك سؤال يا أستاذ رائد؟ أنت شفتوا كيف براندي عم تشتغل in America, how she's using Wakelet, huh? Yeah. Okay, Farikun, do you want to see a few ideas my Wakelet? Yeah, that would be nice. Okay. Heidi Malme in America. So what Brandy Amlet is quite nice. Eh? So before hella remote learning, before the coronavirus, Brandy kent every week abtamil collection, kaenna newsletter, hatta the parents will teach us بيشوفوا شو عم تدرس الأطفال every week بالمدرسة. Week she used to put important school dates شو عم بيصير في المدرسة. Any information على trips. بعدين بتحط ال reading videos, الphonics, بتحط ال maths videos. أهل تساعد الأطفال بالبيت. هاي أول شيء عملت براندي. ثاني شيء كان عندها هون events in the school. شو ما صار بالمدرسة بحطوا الايفنتس هون حتى الأهل يعرفوا شو عم بيصير في بالمدرسة. كله reading resources وmaths resources. هلا شو عملت هلا عشان الكورونا ممنوع يجوا على المدرسة؟ Every week عم تعملوا lesson planning للأطفال. So هلا الأطفال بحطوا لهم collection. هلا بحطوا لهم video call. Zoom الساعة 11 عندكم video call. بسوا هون join the video. الساعة 12 عندكم Zoom video call. بعدين هيدي is a Wakelet collection which is a collaboration. حطوا all your homework in here. بعدين هون عندهم warm-up videos, عندهم instructions for other sessions, homework and all the resources. So هيدي معلمة وحدة عم تستعمل هيك. I sent a profile on Wakelet for you. What did you say? I didn't hear you. Yes, I said I make عملت التقاط شاشة للوكلت اللي كانت تشوف مجموعة الكوليكشنز. Mr. Jamil, I will send you her profile link. Okay? Okay, yeah. Later. Okay. Okay, no problem. That's fine. Okay. Thank you. I'll sort them out. حدا بده يسأل كمان؟ في أي أسئلة لأستاذ جميل؟ حدا بده يحكي له حاجة؟ بسأل كمان الوكلت لازم يكون في إنترنت. Of course. For now, yeah. لطالباتي لازم يكون في connection. Yeah. Yeah. For now, لازم يكون في connection. We're going to look at offline reading later. بس هلا عايزين internet connection. لأنه فعلًا مشكلة لأنه مرات عنا موجود النت على كيف وإنه نقدر نفتحه في أي وقت. Okay. Okay. Got it. Yeah. Inshallah, we're going to do. Inshallah, we're going to bring offline mode. Okay. Thank you. Anyone would like to say something for Mr. Jamil? بدنا نعرف يا أسماء بالنسبة للوكلت بنفع لكل ستيجز ولا له ستيجز معين لمعينة؟ يا أستاذ جميل المرحلة العمرية اللي بنقدر نتعامل فيها مع طلابنا بوكلت بينفع لأي طلاب أي عمر؟ نحن عم يستعملوها على كل الايجز اوكي سو فور اكزامبل عاده ويكلت لازم تكون على اكاونت لحالهم 13
نقاش اوكي فاحنا شو عملنا عم نجيب كولابوريشن حتى فيهم يشتغلوا مع المعلومات اقل من 13 المشكله بالعمر از الداتا برايفسي للرولز هون بيوروب ممنوع حدا ياخذ اني انفورميشن على ستودنتس سو اذا بدكم ستودنت تحت السن يستعملوا ويكلت فيكم تحطوا كونتريبيوشن ايه فيكم تعطوهم ذا لينك and they can add collections inside here. Hala, next week, inshallah, we're working on allowing students yamlo collections without an account inside your collection. So next week, yeah, so next week it'll be if you think about collection about our students, if you yamlo additions, we hotto collections without account. ست أسماء ممكن أسأل سؤال تفضلي يعطيكم العافية الجميع يعني أنا حابة إنه إحنا نعمل براكتس للطلاب على الويكلت كيف يصير تواصل مع الطلاب نعطيهم نعطيهم لسون لأن الوضع طول صراحة أكيد أكيد حنعلمكم في اللقاءات اللي هو المفروض اليوم بس الست منيرة اعتذرت عشان النت عندهم مقطوع اليوم وبكرة كان مفروض إلنا لقاء بكرة إن شاء الله انتظروا الست منيرة في لقائها معاكم التدريبي حول موضوع وكلت من الألف إلى الياء إن شاء الله إن شاء الله لقائها حيكون يعني من البداية أستاذ نعم من كيف تنشئ حسابك وأغلبكم هلأ بتصور عندكم حسابات وكلة أغلبكم فعل حسابه مزبوط؟ صحيح تمام أي نعم تمام. أنا بديت يا مس منيرة بديت أعلمه لبعض طالباتي ممتاز في هاي النقطة اللي إحنا لازم نوصلها والطالبات يعني أساساً وصل تواصل عن طريقه صحيح صحيح بس إحنا المشكلة قبل قصة كورونا ما كناش كتير يعني متوقعين ولا حدا كان بيتوقع يصير انقطاع عن المدارس معلش اللي عنده صوت كيدزي ممكن يطفي المايك تمام احنا ما كناش بنعرف شو بده يصير وما كناش مدربين طلابنا كويس واغلبنا بندرس مراحل ابتدائي واطفال فاغلب الموجودين عندنا كطلاب مش عارفين عن قصه وكلت ان شاء الله بنرجع للمدارس قريبا جدا وتتحسن الامور وكلنا حنعلم الطلاب على منصات التعليميه هذه اللي ممكن تنفعنا في حاله انقطاع مفاجئ لا سمح الله عن المدارس بدي اسال سؤال ست أسماء إذا سمحتي تفضل يا للأستاذ جميل تفضل إحنا عندنا مثلا حاولت في موضوع الصور اللي بدنا نحطها مثلا على البروفايل تبع ويكلت أو أول ما بدي أدخل أعمل سيشن في ويكلت عندي مشكلة إعدادات الصورة كأنه مصمم إنه يظل محتفظ بإعدادات الصورة يعني لا بقدر أغيرها ولا بقدر أكبرها ولا إلا غير شيء بسيط يعني بقدر أكبرها بسهم بسيط تغير اللي هو جودة الصورة فمش عارف وين المشكلة يعني وين الصورة؟ وأي صورة؟ ثانية بنشتغل عليها الصورة اللي بنحطها أول ما نعمل كرييت كولكشن أوكي سو يو مين الصورة لايك ذيس صورة هير ذيس ون هون نعم صحيح نعم Okay, so cover image. بعمل edit cover image وبعمل نفس القصة زي هي بس شو بكبر لحد معين وبصغر لحد معين فبيخفي بعض الملامح اللي أنا بدي إياها يعني بتروح الأساسيات الموجودة في الصورة اللي أنا بدي إياها تكون تظهر يعني لما عملت عن كورونا لما كبرتها بينش بالشكل اللي أنا بدي إياه يعني تغير عندنا solution كمان جاي لهيدا عندنا تصغيرها كمان راح نظبط تصغيرها سو عارفين هالموضوع جود ثانك يو مستر جميل اني ون وود لايك تو سي نو بروبلم حدا بده يحكي حاجه لاستاذ جميل ازي اسماء لو سمحتي وبدعم اللغه العربيه استاذ جميل بيدعم وكله اللغه العربيه معلمين مش مالهم مش كثير على اللغه الانجليزيه they don't know much about english or using english language as i told you before so they are asking about if Wakelet supports arabic language not just yet بس رح نعمل stuff مع Arabic بس to give you an example here so let me just take a newspaper article من here let me just take this information من هون. The thing that we do مع Arabic at the moment is I عندك for example a note here
استاذ عملته هيك الترجمه تبعت الايقونه يا سو فيك الترجمه هلا هي تكتبي هيدا هون and then هون what you can do is you can make the text smaller or bigger you can have different have verbs nouns adjectives so بعدين if you go here you can go to language you can put Arabic yeah so let's just put Arabic then you can hit translate yeah وبعدين on top of it it will play تحكي كمان okay like this طلع هذا الأسبوع استوى إلى فوسي من قبل كاتب مجلة العلوم جون كوهين كيف يمكن أن يقف إلى جانب ترامب في الإحاطات الصحفية اليومية I did Wakelet already. So is a best comp. فهمتوا هيدا؟ فهمناها. فهمناها. Is a best con. Is a best con. أنا بعملكم small video حتى فرجيكم هاي هال process ما عملت مرة تانية. تمام. وكمان في إمكانية قراءة النص بال. عربي. سيدة وبصوت سيد بصوت واحدة ست واحد رجال. Exactly exactly. وهيدا anywhere عندكم هالايكون anywhere فيكن تكسوها فيكن تحكوا معه. نعم صحيح. صحيح. أحط أنا أحط languages بس. يا ست أسماء. تفضلي. يا ريت لو يكون في فيديو إحنا يحفظ وإحنا نراجع. في مادة تدريبية باللغة العربية أرسلها إلي الأستاذ جميل سوف أرسلها هو مش مشكلة بالعربي أو بالإنجليزي أوكي مش مشكلة يعني لو بالإنجليش It's okay يعني عشان المعلمين اللي ما بيعرفوا إنجليش كويس حياخذوا المادة ويقرأوها بتمعن ودقة زائد لقاء بالمس منيرة إن شاء الله بكرة وإن شاء الله بتتمكنوا من الموقع وبتصيروا توظفوه بشكل فاعل نحنا لحنا أنا what I'll do for you أنا I'll look for videos عنا جمع لكم الفيديوز وبعث لكم فيديوز حتى تشوفوا things يلا إذا ما عندنا videos on certain areas أنا بخترع فيديو so you can see it yes thank you بس عطنا أوكي فيديو في حدا بده يحكي شيء للأستاذ جميل بده يسأل سؤال بس لفرجيكم كمان كيف واحد استعمل ويكلت ديفرنتلي كمان هيدا ستودنت هيدا ستودنت كان عنده بالجامعه هيدا بالجامعه سو بيت ايرليير ايج هيدا هيز ميجر كان عنده فود ويست كل الريسيرش تاعو للفود ويست كلها هون هاي كل الريسيرش للسنه كلها تاعو سو جمع كلها وبعدين الثيسيس تاعولته حطها هون طيب ماشي سو عالم اخترعوا كتير كتير على الويكلت ال WHO هيدا ال WHO هيدي ال World Health Organization حاطين ويكلت هون بيعملوا update you can embed Wakelet كمان وحطينا على update على الكورونا كل أسبوع بحطوا update على الكورونا هيدي HBS هيدي Harvard Business School هني عاملين كمان على الكورونا هلا كمان عم بجمعوا every week every few days عم بحطوا كثير أغراض هيك So Wakelet عم يستعملوها بفوتبول عم يستعملوها بورتفوليوز كمان So فرجيكم بورتفوليو منهم هلا بالهند وبكم منطقة كمان عم بيعملوا بورتفوليوز للتلاميذ For example هيدا للأثليت بس بتفرجيكم حاطين مثل هيدا الجيمناستكس كارير الأولمبيكس الانترفيوز يعني شو عم بيعملوا every week بتعملوا لهم بورتفوليو حتى بس يخلصوا السنة صار عندهم شيء فيكم تشوفوا شو عملوا هالسنة هيدي طريقة تانية عم يستعملوها بالمدارس بإنجلترا هون بأمريكا بالهند
Does that make sense? Yes, very useful. Yeah, so Wakelet, yani, it's very diverse. Yani, you can create whole pages, you can create collections. Halla, in the future, we're going to bring Wakelet spaces. What spaces will do, it allows you to have 20 account with one email address. So technically, the student, the معلم, if you take 20 account, كل ولد تعطي account تحت هي. So عندك control على all the accounts. So هذا إله رابط خاص فيه اسمه سفراء وكلت للطلبة. مزبوط. صحيح شفنا بس لسه ما اشتغلناش عليه نفسه. أوكي في حدا بحب يحكي شيء للأستاذ جميل. تعرفوا كيف تعملوا collection? You know how to make a collection? ممكن أسأل سؤال بدائيين في موضوع الويكلت. أوكي ممكن نأجل الأسئلة لأنه اللقاء بتقريبا وقته. ممكن أسأل سؤال. تمام أستاذ رائد هعطيك مجال تسأل سؤال بس يعني ننتبه للوقت. أوكي. دقيقة أقل من 30 ثانية. أوكي تفضل. بأسأل سؤال بقدر أحط أنا استذكار على ويكليت إنه حدا فات عندي على الملفات استذكار can يعني can زي ريمايند. أوكي can a teacher know or discover that someone has visited his or her profile on Wakelet? Okay, يعني إذا someone else clicks on it, you can tell. ما سمعنا الإجابة أستاذ جميل. لا إحنا بهمنا طلابنا دخلوا ولا Okay. I mean, I'm not at the moment. هلا at the moment بس عندكم. So at the moment بس عندكم. For example, let me just take this here. عندكم how many views? Eh? How many people have viewed it? أول شيء. بس I can in the future إذا بتكون if it's مهمة I can put يعني عارف مين فات. No problem. مش هلا. يعني بس I'll take this note. Okay, but you know it's not very important point. مزبوط أستاذ رائد. كتير مهم تعرف yeah, مين يعني دخل على إيميله. خلينا أوصل الصورة أنا أحكي معاه. تفضل. سامعني هو؟ أكيد سامعك تفضل. Excuse me. بقول yes. Can the website here the website can it remind me that someone has jot down my profile as a reminder or a notification? هو جاوب يا أستاذ. To inform me that someone has jot down the. Okay. Yeah. So we're going to. So notification for what? Sorry, definitely. Mr. Jamil. It's like a reminder. For what? Sorry, for what? I will tell him your answer. أستاذ رائد من بعد إذنك أستاذ جميل بيقول لك لحتى الآن ما فيش هذه الخاصية بس ممكن هم يعملوا في وكلت على حل هذه المشكلة ويظهروا الأشخاص اللي زاروا صفحتك. ممتاز الله يعطيك العافيه. No, شكرا. عندنا notifications coming كمان. So this is why you see هلا عندنا a small team بس عندنا كثير requests people want and رح نعمل كثير things where it's all in the pipeline حاطين انا نعملها. هيك لي مبنام it's fine. يعطيكم الف عافيه استاذ جميل. No, man, whatever. Honestly, whenever she please let me know يعني انا here it's not an issue for me. Thank you very much. باسمي وباسم المعلمين والمعلمات من مجموعه ملتقى المعلمين. لا انتوا بتعرفوا you know how to do a collection. Yes, some of the most of them really know. Can I ask a question? But the rest are waiting for tomorrow's session. Okay Mr. Jamil, as we have here some new members. Okay great. Yes. Can I ask a question? Mrs. Shawqiya, okay, the last one, please. Let it be the last, please. Yes. Time is running. Yes. Thank you. بدي أعرف في إنه أنا مثلاً عاملة حساب على ويكلت كيف ممكن أنشره؟ بدي حدا يعرف وبدي حدا يتفاعل بدي يكون متابعة إله هو كيف يكون متابع إله. Yes, thank you, Mr. Shawqiya. Thank you. The question is, Mr. Jamil, the question is how to publish a link of the collection that I have created on Wakelet.
how to publish the collection on Wakelet. Yes, she's asking. Yes. What do you mean publish on Wakelet? يعني إيش قصدك يا مس شوقي؟ To make people know out my okay. أنا مثلاً أنا حابي أعرف الناس. Yes. يعني كيف صفحة الفيسبوك إنه أوكي أوكي أوكي. شوقي الصوت. أوكي أستاذ مستر جميل. You have the mic. مستر جميل. Okay. So you want to feed basically. Yeah, yeah. So what I understand, بدك feed. So when people are following you and you put something in you, العالم بيشوفوها. Yeah. Yes. Yes. بدها تعرف. So نحنا we have a feed. علشان الناس يعرفوها ويشوفوها. Exactly. At the moment, شو عملنا أول شيء مع Wakelet؟ عم نخليكم تحطوا الأغراض مع بعض and share them مع people via email أو على Facebook أو على Twitter. Soon راح نجيب feed على Wakelet. So أنا اليوم كنت مع الفريق عم بشتغل about planning بس أفرجيكم هاي planning هون بس you can see هلا هون عندنا feeds yeah. So هيدي كلها it's all in the plan حتى نظبط كل أغراض مع Wakelet رح نجيب feed بس at the moment you have to send it to people. المشكلة عندنا بس حتى تفهم المشكلة إذا أنا خليت everybody posting stuff ممكن عالم بحط أغراض ما منيحة. So we have to do it systematically حتى عندنا control عشان عندنا أطفال على platform. Yeah, that's right. Mr. I mean, for example, I'll just show you a Wakelet page. These kinds of Wakelet pages, there's two pages, عالم ما بحبه. But for example, this is, people don't like this topic. But it's been organized على الحرب. It's actually very, very informative. Some people ما بحبه certain topics. That's the way it is. But this is all organized, yani, very, very highly, yani, by university students. Yeah. Okay. Okay. Thank you very much for joining us. بإسمي وبإسم المعلمين والمعلمات. We would like to thank you for answering all our questions. The microphone is open. We all of us would like to say thank you, Mr. Jamil. And I'm sorry thank you so much. Thank you very much. So nice and lovely. Thank you. Thank you very much. Thanks so much. Time is running. If you want anything, let me know. To meet you, all of you later. Thank you. Thank you. Thank you all. Thank you all. Thank you for you. Bye all. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you, Asma. Thank you. Bye. Bye. مستر جميل غادر كيف اللقاء ان شاء الله استفدت يعني كانت مفاجأة تستحق الاحترام والتقدير مني هل كنت بنقدر نغفر لك على المواعيد اللي اعطيتنا اياها غلط عارف انا والله بحط ايدي بدي اقول لك شغله من الساعة 3 إلى الآن وأنا عفوا قاعدة مكاني ساعة ورا ساعة ورا ساعة لقاء ورا لقاء مش ملحقة الله يعينك عن جد وأنا كان الله يعطيك العافية هو حيقطع الاتصال بأي لحظة بنكمل على السكايبي إن شاء الله لكن بدي أقول لكم شغلة إنه أمر الإنترنت اللي في بيت الست منيرة مش بإيدي يا جماعة النت عندي أنا مسؤولة عنه الله يعطيك العافية ست أسماء ومشكورة على جهودك عن جد يعني حبيت يا أول شيء مفاجآت كثيرة زي هذه المفاجآت ثاني إيش إن شاء الله حتشوفوا مفاجآت كثير كويسة إلنا لقاء قريبا جدا مع خبيرة في موضوع معين رح تعلمنا إياه وهي من رواد شيء معين في التعليم تقريبا لحتى الآن ما حدا بيعرف عن هذا الموضوع إلا هي واثنين أو ثلاثة في كل قطاع بس إن شاء الله الله يعطيك العافية يعطيك ألف عافية يعطيك العافية رن علي جميل أوكي سيو أسماء حضرتي مع البريتش أوكي I have to answer يلا الله يعطيك العافية يعطيك ألف عافية